الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قدر كتضبي تبنى تلقي العلم عن الأشياخ، تلقي العلم علم إن لغا لوريغو ولغا قاتو لغا قدومو عن الأشياخ شيوخ ذا يدك العلوم ذا. الأصل في الطلب مرك علم للطلب أيوه وحا أسأله أن يكون إنه نقضه بطريق التلقي أو بطريق التلقين قدوم والتلقي إن دقا قدوم عن الأساتين ولو ماذا تتك أساتيد ذا الأساتين أو الأساتيد أو أستاذين إنتو ببعلا دها تتك علوم ذا تلقينك وحي تربيض دهان indoctrination وشيخي وأديك كو قد بنيو تلقيين وريسيفينج أديك وكلا وريقي علمي أصل كسيدا وي إي والمنافثة إي والمثابة والمثافنة ده إي والمثافنة إن لغا قنقار للأشياخ كلمة مثافنة ثافنة فلانا فلانا ثافنة فلان فلانا ما كلي رهضو معناه إذا وحيت هبل بو هبل 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 بو لقطة لقطة أصاري أو لازمي إلا أو كو أغاذي يعني وح الله وح باطن كيسا هذي سوء الدق ميو الدقائق أن لقو غن كريم وماش قفك أو سنين اسميش دهام إنس أناورس قفك كان إن لقو أغاذ وحوية مركة والمثافنة إن لقطة لقطة لأصاره أو لقو قنقار للأشياخي وآد يد لو لازمة إلا وحل لوحة هاس هذي أقرصون أتكب أقاتل يو الأخذ إن لغاقات من أفاه الرجال رق أفكو ذا لغاقات لا من الصحف وراقين لغاقات وبطون الكتب كتبت وحا أي قرتي ومركا داخل كذا هذا وين أنا كقاضا وين أنا لأن أنا شيخ سكون قرية وراقها أنت مالها كسو سورتي ها إسكا أقرنين هذا مركا شيخ لهين والأول كان أغرى ياي وأه إن شيخ لقاته من باب أخذ النسيب عن النسيب ووحو الرحم رحم كلك قاذن الناطق أما من أخذ النسيب من أخذ الحي من نول عن النسيب الناطق عن الحي الناطق قف نول وحو كقاذن وهو المعلم كلمة النسيب سيد الرحم كاللغم كعبا ونسبك يضدك حرير كده مركة هذه يقف كم بني آدم كقاذن يسيد وقف نول ومركا حرير إذن كان بحيوه واحد قوة هذا الشان إذن كو إسو جوابي باري اللانويج كينا هذا الذين وحيوان أنو إسكين درين درين وفهمي كرتا مركو كدي دنيا مركو قراني مركو سن قراني مركا من أخذي من باب أخذ النسيب من باب أخذ الحي عن النسيب الناطق عن الحي الناطق قف نول والله قاطو أما ضد وحكا لحيان ورحم إسكاه وحكا لقاطا وهو المعلم أما الثاني نوع على بعضه هو سيد الله سعود كتبته وراقها لعقاته فهو جماد روحا عقل لهين فأنا له اتصال النصب هل كون مركة قفك وكاسو قليه ماشا نصب كل اللي يهب أما هل كإنه مركة كاسو قشوه هل كي قفك لحريري كرمك ما وقد قيل وحاليري من دخل في العلم قفك علمي قال وحده كلي كلي جايبها وحبراني هدات الهد خرج وبحا وحده كلي سوى قعميه سمرا لأن كلية ماشي دقال تكتي أي من دخل في طلب العلم قفك قال علمك أما قذك قال أبلا وعلمك برشدي بلا شيخ شيخ لان خرج وبحا منه علمك بلا علم علم لا أنب وماشي كتك إذا العلم محايا له صنعة ويوح مركا لصمايو وفرصمو وكل صنعة فرصمو البنو حيوبها أنت تحتاج وحيوبها أنت إلى صانع قفكي فرصمو ذي يقين علمي وفرصمو مركا فرسمه وحي او باهان تاي قفكي سمين لها او فرسمه يقان كي باهان تاي فلا بد اذن وحن لغا مارمن لتعلمها ان لغا برتو من معلمها معلم كي دي الحاذق يسوق فرسمه ذا يقين حاذق اها بهاش الصغي وان مركا لغا برتو مركا علم جوا فرسم سيدا اي صور تقالو اهان ان برسميس الا قفكي برتا يقين ان تكتد مويا الواح إن تكويسيت وحكسم يسيت سيس وتقال وهين إلا قف كي يقين إن تكتد مويا نفس الشيء وهذا يكون
وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمتي وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم وكان وحو أرنك كان وحو بكل وجه إنه النقضة محل إجماع كلمة هل كأي كلمة ده أهل العلم ورنبا أي اسكو إجماع ده وهذا يكاد يكون وحقوس جنايا محل إجماع كلمة من أهل العلم إنه النقضة وح كلمة علماء يسكوها فقد إلا من شذ قف يسوي شاذ النقضي أو ما أركتين كلجي مال الله فكر قوته كلام وضتك كلا مركا كج عظامي فكر جاره وتمن مثل علي بن رضوان نيكلا المصري الطبيب لأن اختاروها وحول انتي سنة 53 400 سدح بقليو كونتني سدح ذي وقد رد عليه علماء عصره وحكذا وقعت أردي علماء وقتي سنولا ومن بعد مدد كدن به نيكا مركا وحو آمن سنة فكر إنن علمي وشيخ قبعني وأذي أدبو سنكرتين ونوعا ما هتبس مركا أود هذا إنن تحسيقا وسوي هاي يسأل دول أحسن كرتي دي رجعني ما هذا إلا راح نحاس من الحكيه اللي كرتي أمك كيني كرتي قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته له يسأل ترجمة بعيد ولم يكن له شيخ وح شيخ ما له نككا بل اشتغل وحكم مشغول بالأخذ إن علمك قاطع عن الكتب كتب وصنف كتابا كتاب نقري وفي تحصيل الصناعة إن علمه لقال وريجي كرا لقال أحسن كرا من الكتب وأنها إن يتهي سيدا وأه كتبت إن لقاقات أوفق من كتوس نام بضن أو كوافق سنام بضن من المعلمين معلمين إن لقاقات وهذا غلط وهذا غلط وأنا غلط غلط كابو ضدك كلا دعي إسنا إسكا دا دعي يقول هل كمعلم أو تقل هاي محالي كودي أي كتبتي أني كلا رح قال وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه إنك الصفد اللي قم قعبه ما قعاله الصفد اللي قم قعبه كتاب كيس وافقة سي فصم بنك مال أصاري أردي وعنه الزبيدي في شرح الأحياء الإحياء عن عدد من العلماء بكسوري معللين له يقوع علينا بعدة علل دور علا وشيء دور بشيء وشيء من أوحى كمد ما قاله ابن بطلان في الرد عليه ابن بطلان مركو نك الردين يحياه ويكيل وحى كمد السادسة هذا البوسوة مركو سير يوجد وحى لجه ليا في الكتاب كتابك مركا الله ذا كتاب من كلي قرسنا كتابك وحل جه ليا أشياء الرماء تصد عن العلم علمك كائل نيس كتاب مركا كلي اسمه كلي وذان كتابك واحد دحيال وعلمك كاد ذيني وكائل ذيني وكاد دوضي وهي معدومة عند المعلم معلم كان أكتي سوحة سمجنا يعني معلم مركا لا جوكتي وحيابها كهر استاجي كرا برشلي تحصيلك علمك معلمك أكتي سوحة ميالان ومع انك وقت كبد بادس من حاكم الوحي مركه كائنه وهي وحا كم التصحيف دورنتو العارض اصاب من بحث من اشتباه الحروف حروف اسكو مع عدم اللفظ ايضا لو دواقن يعني مثلا هاد هذه كلمه سلام اي سلام للقرء سلام اي سلام هذه للقرء وان لا شقل او عيد كو دواقدان ان اذن هلين مركه ما سلام بالا مس سلام بالا ما كلا غرانكرت لكن شيخي وكو شيخ يقول لك كان سلام بالغ وضع سلام بالغ وضع والغلط هو من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط من الغلط وحان هوس دي كانوا ضمن من تابع ودرعسين اي والغلط قالت كإيمانية بزوغان البصر الضوف اشاد ملك الآدة اي وقلة الخبرة خبرة جيران وبالإعراب إعراب تقول الله إذا أو فساد الموجود وبقلة الخبرة ومن قلة الخبرة بفساد الموجود وح ما شكو قرر منه كتابك كمذا وح فساد يعني حروفتي فارفارتي أو كلا خطي أزقلي أو كلا شيخ وكوش كلمة دان ما شكو قرر خطك ساء أفاري وساء سلح قلي ساء سال لقوة بكله إيو أسلاح الكتاب كتابك إن لها قاجيوك يراد هل كان مركب مقتصر هل كان جوكس سال إيو كتابتي ما لا يقرأ إيو حان لأقرن أو لقريب هو قراءة ما أي شيء أقرنتي سؤال يكتب أن القرين وحاجرة وحاجرة ومركة القراء لكن أن الأقرن وحاجرة لأقريه لكن أن القرين يكو شيخي شيخي بكو شيخي هو مذهب صاحب الكتاب إنك كان كتاب كيس أدق سنة مذهب كيس محوين ما فكر شيعوتا ما فكر موحوتا إرجابوتا من مالك الوكالة بعيا شيخ بكو شيخي
يوسق من نسخ نسخ كان إنه يحون يهي ونوعا ما وحون كقل دنيهين وحوديه دونا وحوديه دونا نسخ كان هبك الله وقر ويقلدنته يورداءة النقل iyo soo guuritaanka la soo guuriyo la soo koobiyaareeyey oo marka waxa ka khaldan oo marka radaa ah oo waxa liita ku dhigi doona midalan hada naqal si saxmaha sida loo soo guuriyo kitabka saa uma qoro iyo idmaaj alqari iyo qariga oo markiiba la dul istaajiyo mawaadi' almaqati' meelaha hada ku kala go'san yahay idan hadalka hadduu isku dhaxyeesan yahay meeshan waxa ku jira faasila inta joogsi انت شرط وحصل صار اي وخلت مبادئ التعليم يا تعليمت مبادئ ديده او مركا سا سوغو دهان waxay kamid tahay waxyaabaha marka waxa fiican inaad dhahdid wa yujadu fil kitab ashiya tasuddu an al ilmi marka inta sodan hos digan waxay u laabaneysa wa hiya tashif al arid min ishtibah min tasikoda jaranta marka wa khalt so gaartid kor godo marka wa khaltu mabadi التعليم kitab ku hada haday مبادئ التعليم أما مثلا وخلط مبادئ التعليم أما هدي حتى حصديق كودي وخلط مبادئ التعليم تعليم مبادئ إذا صائس ولحيا عيسى وشيء خيبة كوكا لصاري مركة حصديق كوانا كسالك أودا هل كان مركة ماشي باللغة وذكر ألفاظ أي عند الشيخ وحاء هذا ذكر ألفاظ ألفاظ إنه كوشة مصطلح عليها أي ضدكم مركة أي استلاح كالدكتين في تلك الصناعة أقونتا الصناعة مركة محلولة جيدة علم جن وحلي ألفاظ باب المصطلح وحلي ألفاظ وحلي مصطلح جار مركز الجوج أصول كمصطلح جار وليه نحوها مصطلح جار وليه ده سواء علم ماذا ودهان باب النحو مركز الجوج تد ساس خبر كساس على الولد جيدا باب البلاغة مركز الجوج تد جوج تد خبر كساس على الولد جيدا مركز الجوج تد في مصطلح حديث خبر كساس على الولد جيدا مركز باب ويكون شيء جن علم ماذا هي وألفاظ يونانية من تقول الله مركز ومن ألفاظ يونانية كلمة أسل كذا جريجة لم يخرجها الناقل نينك وحسوق جوري أو كسر من اللغة لغة دي سيدي بوسوق جوري كنوروس أكل يعني مركة هدي أذن لغة دي جريجة أذن أقانين شيخنا وصائص قرر شيخنا هذانا له يا كو ترجمة مركة فهذه كلها وحصلا معوقة تيقفك كهر استاجوس عن العلم بكل حين سو نوروس كمركة وعيدة يولي وقد استراح المتعلم كي يحبرني وكره حيث من تكلفها يقول اسكو كلفه عند قراءتي مركو أقرن على المعلم أرضي باته هل كاسافري سانيسا كلمة دان مقدنته يمكر ديغانته لبكا مقاليس المحايل هل كان وحاكو ديارسا معلم جاهز وأدواتك وذن حمبارسا ويحاكو ديارسين انت كردك انت قد انت شرطة صار انت وسي سهل مكو شيء وإذا كان الأمر على هذه صورة أرنكو هدو سيدا وياي فالقراءة على العلماء علماء لغد الأقريه أي أدى نفع بضن وأفضل فضل بضن من قراءة الإنسان لنفسه قفك إنه كله أقرس وهو ما أردنا بيانه وأنا سيدا أردنا إلى نعضينه قال السفدي وحير ولهذا قال العلماء علماء وحير لا تأخذ العلم علمك حكا قاذن من صحفي مد ورقتك قاتي ولا من مصحفي مد كتابك قرآنك كقاتن قاذن يعني وحير رجدا لا تقرأ القرآن قرآنك حكا برن وهكد الأقرين على من قرأ من المصحف قف كل شيء قص كون نقد المصحف كإسق إسق بوسدي حوك كان إسق شيخ نوتجين أو أن قراءة سوق قاضن أو أن لإجازين أو أن لبارين إسق حوك سدي ولا الحديث أنا هك قاضن وغيره فنون تكلي على من أخذ ذلك قف كقات من الصحف في كتبتي أنتو آدم بوكسوقات تسوح لما برتو والدليل المادي دلك لطابنكر القائم رنتي كتاجين على بضلان نظرة ابن رضوان ثيوريغا أما فكر كأوليمد أركتذا ابن رضوان أوليمد وحيابه بريني وحا كمد أنك ترى واحد أركيسا آلاف التراجم واحد أركيسا كتبت تراجمت كمانانك بضا ترجمة وحا لغو مقعابة وبيوغرافي وحا علومة سيرة اللغة اللي تاريخ ذا إيو السير بعد أركيسا آلاف السير كتب برضنو إنتا سوكون أو سيرة على اختلاف الأزمان زمن ذاك الدوان ومر العصاري عصري ذاك الدوان وتنوع المعارف يقون تكلدون مشحونة إن يكبوا بتسمية الشيوخ الشيوخ ذي ذا الشيخ والتلاميذ يرضض شيخ المركز الله قال لي شيخ فلان ما كان ليه وحكسر برتهبل إيهبل إيهبل وحوح كبر تهبل إيهبل وحيكبوا ذا وتراجمته كتبته سيرته ومستقل مد يرئيس من ذلك يوم مستكثر مد بصير من ذلك بيسوق الجيران وانظر شذرة من المكثرين بل إن الفقرات يرقصوا قاضوا ك
كوا وحبلا كقات يعني شيوخي حتى بلغ بعضهم قاركود إلى إكجارين الألوف انت صكم بحققات كما في العزاب في من الإسفار لراقمه في كتاب القرآن. وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي وهو سو 745 أما ولد إذا في 745 تضابق الإيو أفرتن إشنتي وإنتي حديجري إذا ذكر عنده ابن مالك ملك ابن مالك للشيخ حديجري يقول حديجري أين شيوخه يوح كبر طرد شيوخ دي فهم. وقال الوليد حين مرك كان الأوزاعي يقول حديجري هذا العلم علمك كان كري كان هذا العلم لعلمك وحو هانجري كريما مت شرفا يتلقاه الرجال بينهم تتكوي كلا ورنجرين ولا كلا قادنجرين. فلما دخل في الكتب العلمي أسعد مرك كتب تقالي دخل فيه غير أهلي دضان أهل وهي من أهل العلم أهم بكتبتي بوسدي أو قالي مرك علوم هذا ترى ذلك بضتو. ولذلك موضوعا مربى شيخ شوق ذا كم إذا نو الرمي مرك السيري وحان لفد إن الدكتور عبد الكريم زيدان مرك وحال ويدي بيرو سؤاله محاك يا نبي يري أرض ذي هراء إن علوم هذا احترام الجرين وحلب برنجري كتبتي أدو برنجري ما عندنا محاكاة إن علماء تترى ذا كبضت علماء عن الاحترام وأرضي علماء الاحترام سأني جرين ونوم بو كل جماشة مرن كم حابة دي مركو في الواقع يهردت كي هر مركو حقور جرين كتب تحقوق جرين هب آدي أدو حر حرن أرق من هاجك أرق أو كتب تلقر أرق يعني هذا الكو حر حرين أرض يقول حقوق خصبية إنه ما عندنا شيخ أكفر ليه سير لو غفر فرو لقد الوقرة وحي لقد كلاسيكة وآدي أدو حبه لكن يقول مركي عصري يا ولا ما هذا وني ولا شاف ابو مركو قري سيد الجورنال كم مركو قري والجورنال كان بدك حكته قف ابو قري سنه يصام ده مركو حكى انت ان ارضين اي بطان مورن كا اوبتو علوم اي بطان ولذلك اللغه العربيه حتى شيخ الكتاب كان اقرن كتاب ادق وي وحو قري لغه جاد ادق لكن كتب تقار كود مركا دارتي وا كتاب شيك عادي مركو قف كسو عربيه اون وحون كبوس اسغا اقرسن كار مخو شيخ وغا باهين مركو انو شيخ يراه قد لوست inuu yiraahdo waxa sheegay wax kama jiraan isna inuu kitaabkii soo qaato muran la galo marka wax la qariibsan yahay ma marka wuxuu yiri cilmigu waa la kala qaadan jir laakiin markii kutubta uu ku soo haray baa dadan shaqo ku lahayn soo galay wa rawaa mithla ibn al-mubarak an al-awza'i hadalka hadal lamid ibn mubarak baa awza'i ka wariyay wala rayba shakki kuma jiro an al-akhdha ka qaadasho min as-suhufi awraaqda laga qaato kutubta iyo bil ijaazati cilmiga ijaazada lagu qaata yaqaa waxa dhacaya fihi cilmiga khalal حوغا نقصان باكو إيمانيس إجازة ومركو شاقو كويرادو كتاب كان أنا وري إيغوري أدغانا أزو اسمو كاد دقيسن إجازة وحي الله ذا سداد نوعوه نوعي وحاجرة ضعيفة نوعي ذا سو مركة المام ولا سيما في ذلك العصر وقت قا مركة الوجن ووسي إجرتو حي الوقت يجي هوري وقت مكال دوين حيث لم يكن بعد حي الواقع مجر نقط لبعين ولا شكل شقل نمجر مركة كلمة دم حالك وضع حالك وضع انت اسعته معنى هذا مركة لم فهم يكره فتتصحف الكلمة كلمة ويدار صوميسا بما يحيل المعنى معناها وحق كيني معناها نهين بكينيسا ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال أرماها سكرا مرة عام مركع علماء اللي قالوا وريغي وكذلك التحديث وكولمت حديث كان ولمت ومن الحفظ مركع قف كمان كيسو كشيغي يقع فيه الوهم إتمود محادي عكرت إسمود سينو قف كيونو مقع سوق الضوء موحى لجوذي عائشة موحى لجوذي أبو هريرة وهمي باقي منكر إن قفك ضشوا كأقرنية بخلاف الرواية ويسكد وانتهى مركز لا يقرن من كتاب كتاب محرر للتدقيق ولابن خلدون إنك الله وصاحب المقدمة مبحث بوليها عتب ونفيش آد ونكسون في هذا باب كان وكهذا كما في المقدمة سيدك قرآن وله يسجى ولبعضهم قاركون تحبابي كقرآنه قبل واحد من لم يشافي عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون من لم يشافه قف كآن عالما قف عالما أفكي سكقاذا بأصوله وحق برانيو وأصول علمي أصوشي سوش قف كآن شيخ أفكي سكقاذا فيقينه يقين تيسو وفي المشكلات مشكلات كي ماذا مسائشة أرقأت ماذا ظنون وملأ شيخ كمال قال صامه حلقية وحلقية من بعض قريسة. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد أبو حيان وحابضنا أنت وسوع لتحذنا تحب وسوع مركة أفرية وليه يظن الغمر جاهل كوح موضية أن الكتب كتبتي تهدي إني هنونين يسو أخا فهم قف فهم له
لإدراك العلوم علوم تسو مركا وهلا لو برتو وما هذا الجهول كان جاهل كان محو كجرانيا بأن فيها كتبت إني كو قرنت غوامض وحيابا قرصانه حيرت يدو آدي أد حيران بقول ردي أو وريرسي عقل الفهيم قفك فهم كبضان عقل جيس إذا رمت العلوم علومتي هداد دلبتد بغير شيخ شيخ الآن ضللتني وضميس عن الصراط المستقيم وضدي تصنيد وتلتبس الأمور أمور تأسك درميس عليك أذيك حتى تصير إن نقطة إلى كن نقطة أضل من كل يتوكل صنام بدن من توم الحكيم نك لديه جري آيات مثل أهان لوس وقادن جري معنى مال الله آيات جرع عيسى يبير بار بوش ماشي ليه جرون. الفصل الثالث عتب كيس الدحاب بن أسوق قدمني أدب الطالب مع شيخه آداب تلو جبها أرضيه شيخي سمركو حكى برانا يضو ومن الإمام النووي في التيميان وحبضن وصوب بري هدانا تا قرآن كليه قار كويد لكن تو علومتي ودن قضب كسديد يبتنا رعاية حرمة الشيخ شيخ شرفتي سين إلى اليوم بما أن العلم ما دام علمك لا يؤخذ أن لقى قادن ابتداء هر أهان من الكتب كتبت ما دام أن لقى قادن بل لا بد من شيخ لكن أو أي تهي من لقى مار من إن لقى قات شيخ شيخ سو تتقن عليه أتسجيسد أو إسجي أتكبرنيسد مفاتيح الطلب علمي أن أتبرنيسد فرياشي سكقادنيسد لتأمن ساد وجبت بادد من العثار كفد إي والزلل إيسم بالرحشو مربى هدي أتكو خصبنت هاي شيخ إن أدو حكي قادة كتبتي وحكي قادة لويري فعليك هدو حاكو صارا إذن حالة دا مركي سيدات هاي بالتحلي إن أسكوب الذي سأسكوب قرحسين برعاية حرمته قفك كان أو حكي برانيسي شرفتي سوين إلى لسا حرم إن الحرمي سدوي محايا باتكو خصبنت هاي كان فإن ذلك أرنكاس عنوان النجاح وقوشة أستانتيدا إيو الفلاح ليبانت أستانتيدا إيو التحصيل وعنوان التحصيل علم نعسي أستانتيسا إيو التوفيق وعنوان التوفيق وأفجنت عنوان كيدو مركة عنوان كاسا مركة مضافة أنت كبه مضاف إليه فليكن شيخك شيخا وهم نغضو محل إجلال منك مد مركة بوس وينين كاتاقا وإكرام إشرفت إيو تقدير وينين إيو تلطف سواناك ولا دقن فخذ نيه قاض بمجامع الآداب آداب ودن لئيم مع شيخك مركا لدق ميسد في جلوسك معه مركا لفدد والتحدث إليه مركا لشيكي سنيسد وحسن السؤال مركا دحويدي سنيسد يعني السؤال شاد ويدين يسد يولي السماع مركا دقي سنيسد وحسن الأدب هي آداب تواناك سنو في تصفح الكتاب كتابك مركا ترك الرقيس أمامه إساق هرتيس مركا تاقن تحت كتابك مركا الرقيس يوم على الكتاب كتابك لفتر كيسة ومركا أتسيق وكل دقيقة أكل يو ترك التطاول إن هذا كعرب ليراني شيخي هذا كل ليراني كفقاني يو الممارات إن هذا مرمن أمام هرتيس إنه إسك إلال يو عدم التقدم عليه هذا كلهر مرن بكلام هذا أو مسير أما صعد هذا مركا مركي هربودن أو إكثار الكلام عنده أما أكتيس هذا ما أنت نثرثر هذا وركا كبادن أو مداخلتهم أو مداخلته ده أما آذن كده حقلين في حديثي يسوق هذا الكوضة إيو درسي هاد درسي يسوق بكلام هذا منك آذن شخ 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 آذن سوب بودن سدا ولا لهن عربت البذين أو الإلحاح عليه أما بآذن كل العلينين في جواب جوابته وما ترى أن آذن مساسا ما ترى أن آذن معركة جك معركة أفرت جيس كركين متجنبا أذو كده يراني على كثار بدينه من السؤال سؤال ترى بدن حوا جيره لا سيما قوسي جرتوا مع شهود الملأ ضد مركي ماشي بوحان فإن هذا أرنكاس يجيب لك وحكوكين يا الغرور إن كتسونتين وحوغان إن إسعجبي إن النقطة الشيخ ومانتا ميال صار إن هذا وله الملل إساقنا إنو مركا كان يجبه أو كاد دالو أو مركا أنو كحسين بيقاري سو ولا تنادي شيخ مركا لها ليس هو يارين باسمه مقعيس مجردا أو كلي هبلو من هدهن أو مع لقبه أمبا ما أركتي يضو أدويريس مثلا لقب كيس ومركع تايتل كأوليه كلينا كدا كقولك أضل يا شيخ فلان بل قل حتى هذا يا شيخي ما يشهد يا شيخ فلان كده لين شيخي هبل هاو شيخ مارك شيخ محمد ما يشهد كده لين قل يا شيخي ده شيخي جيو أما يا شيخنا يا هدا ده يا شيخون هشكون يا شيخنا ده فلا تسمي مجلس الشيخ فإنه أرفع في الأدب ساسي أدابته صريس كجرته ولا تخاطبه هقولها هلين بتاء الخطاب ومركز لها ليست عديقة إيو دودا ترى بضان وما شاء الله أشكوه وكلا
ما حدين أديك بس أضوا مركع دهية تأ الخطاب حلقة وضع تأ ذا لو أديك اللغة العربية قف مركع لها أنت تأكل تشرب كداو أو تناديه هؤيرين من بعد أذو فوق من غير الضرار ضرورة داني كين فوريو إيه ما أرقتي هكذا قيلين هو هداني ضرورة أنا كين وانظر أرق مركع ما ذكره الله إلهي سبحانه وتعالى وحوشه من الدلالة وحمودنا على الأدب أذابته مع معلم الناس الخير كان خيرك برجلي ومضى رن ذكر خيرك كان برد والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلهي بحبي لا تجعلوا دعاء الرسول رسولك مركا يا ريسان وبينكم لحدين كدعاء بعضكم بعضا قاكين قارك لساد شو يا ريسان وكال محمد ويوسف والذين جوجي وكما لا يليق سلان أعن تمين أن تقول لوالدك أبها إن كترة ذي الأبوة الطينية أبا نمذي لو أبدا أهل حكوة بيولوجيكال فاضر بيولوجيكال فاضر أبها كل راي سيدا أنا كقول أنتم يا فلان هنا أحمد أباينا كل هذا أو يا والدي فلان أما أباي محمد هو هذه فلا يجمل بك تعالوا كقول قرح سنة مع شيخي مكان للجوكتي والتزم نيه لازم توقير المجلس قابط على فديو أما كلاس كلا فدي إن وينيسد وإظهار السرور يفرحتنا إلى الموجز من الدرس درسي والإفادة به إن مك كفى إلي ستي وإن موجساو وهذا هذا مارك كفى إلي وإذا بدأ لك خطأ هدي وكم موضع قفو من الشيخ حقي سكين أو وهم شيخة حبو اسمه سيسيد الربسان هين بو أشياء فلا يسقطه أو فلا يسقطه ذلك أرنك أيان كرد من عينيك إن ده قاعدين مصاصو ما أنت يريها إن ده وكان عبو حمود الجري نين ما أحسكوها لكن ما أنت يعصى عداتي وحو يحب فإنه أرنك إساقا سببا وحو سبب مقرية لحرمانك إن لقاه جي من علمه علم جيس من ذا الذي ينجواك كان كبت باذي من الخطأ قفك سالما إساقا بد باذ قفك استو وقف ياو واحذر إسك إلالي أن تمارس معه إن الشيخ كلاد دقنتد ما يضيره حسترس كيني ومنه ما يسمونه ما يسميه المولدون وواحد مثل مولد وحال رقم عبا وضد كان عرب تأهين أما ما أرقتي أما أصل هان نقضي اللغة العربية الدخيل كون نقضي اسكدال كأه يا مركل موجينة وحيد هان وكل حرب العصاب مركل يسمى مركل في المام يا واللغة ذاك الحرب العصاب ده قال مسكحات كوكل يعني شيخ ما عندنا مركل برضو سؤال أوكي تد يعني امتحان امتحان الشيخي ومنهم ما يسميه المولدون بمعنى المولدون حرب الأعصاب بمعنى امتحان الشيخ الشيخ إن امتحان على القدرة العلمية علمي كيس هرك ماشو كارس السنية يو التحمل سبر كيس إن هذا ما أنت وعن أقرنا إنه وحسف في عن وقال بعد عسنة إن كان أنا العدين أفرت كيس بما أنت مرك أرضى درسي حالك كسوع عشان يسوي حكومة شخصين سؤالي وشيخ مرك وجدت جسين لها إنه ما أنت ليمان أما وربا يقولوا إذا سبر كيسان كو أغاني حوغاير بل معركتي وحن شكود دي إنا نفر تجيس كاكا كانوا كله وإذا بدأ لك هذه مركة أي كون بقطة الانتقال إنا تقذبت إلى شيخ شيخ آخر أو كلا إنا إساي كتك تو شيخ لو حكبرت تدالب تأمام مالك لا تقورتي أما فني كلا شيخ وقت أهم بعد الطامد كلا إنا تكبرت فاستأذنه بذلك أرنكا كإذن ضلب شيخ وأرنكا سسوكر لي فإنه أرنكا إساقا أدعى كاسا كينين بدل لحرمته إنا احترامت أم حرميسي وأملك ساسانها نشبضا لقلبه قلبه في محبتك إن الجعلات والعطف عليه إن المكة والمرسد إلى آخر جملة من الآذاب إلا ما أركتي آذاب فربضا إلا لا يقار يعرفها ويقان بالطبع طبعا هم بها لو يقان كل موفق قفكست إله وفج مبارك أبركيسا موفق مبارك وفاء أوفين لحق شيخك هذا أوفين شيخ الحق كوغلي في أبوته الدينية أبا لماذا وحق الدين تو أبا كوغيه أو ما تسميه بعض القوانين أما قوانين تقاركود روح يكون مقعام باسم الرضاع الأدبي literally breastfeeding بيدهان أو يلقى وضع يعني قفكي أقوانت كنوجي بيدهان أما breastfeeding أما spoon feeding ما بكلمت بها لديك سلا تربية مركز الجو وتسمية بعض العلماء له علماء القاركود إنه يكون مقعبا بالأبوة الأبوة الدينية اليقتاسة منام بضان أو عنطنطا ومناسبة تركه إن لقاتك أنسب وناكسن أو ما عرفت كلمة دا سارونتي مناكسن رضاع الأدبين ولقى وناكسين وعلم أقو أنه بقدر رعاية حرمته حبا إنت آد إلى لنت آد إلى لنيس حرمت ديسه
ayuu yakuunu annajaaxu, markaa gudbitaankaaga iyo najaaxaaga iyo alfalaax iyo liimaantaada saasay noqonaysaa. Wabiqadri alfawti, in alla inta ay intaasu kaa maqan tahana, yakuunu min calaamaati alikhfaaqi, in hoos u dhac inuu kugu yimaado ama aada fashilantin intaasaa keeni kara. Tanbiihun muhimun, baraarujin markaa wey oo muhiim. Ilmaantana sheekh ahla ixtiraama, marka ixtiraamki waxaa laga yaabaa in marka badbadin inay gasho baab kale oo kula gasho, waxna waa laysaga digaya. Digniintan marka waa muhiim. Tanbiihun muhimun, baraarujin muhiim. Uciiduka billaah, ilaahay baan kaa magangelinaya, min saniici alcaajimi, dadka cajamka ah, yani carabta ahin waxay sameeyaan, iyo aturuqiyati, nimanka ahlu tariiqada ah oo suufiyada, iyo almubtadicati alkhalafiyati, nimanka bidcada la yimida iyo gadaal ka yimid, oo min alkhuduuci, in la isku khuduuciya ah, alkhaariji ee ka baxsan can aadaabi sharci, sharciga aadaabtiisa ka baxsan, in laysu dulleeyo sheekhan waa qalad. Min laxsi laydi, gacmaha oo la leefo oo kale, wa taqbiili alaktaafi, garbaha oo laga dhunkado oo kale, iyo alqabdi cala alyamiini bilyamiin, bilqabdi cala alyamiini bilyamiini waalshimaal, oo gacanta midig marka lagu qabto bilyamiini waalshimaal, oo marka gacantiisa midig marka aasaas la dhaho labada gacmood cinda salaam marka la salaamayo oo kale. Ka xaala tawadudi alkibaari lilatfaal, sida dadka waaweyn markay ciyaalka yar ay rabaan inay markaa u muujiyaan soo dhoweyn iyo jacayl u muujiyaan, sida ay sameeyaan oo kale. Ciyaalka saas waa inta la fariyo saas saas loo sameeya sooma. Iyo walinxinaai, inaad markaa aada hoos usoo isu dhigtid cinda salaam markaa salaamaysid, inuu qofku markaa uu saa usoo rogmo. Iyo isticmaali alalfaadi, in la adeegsado kelimadaha alrakhwati, iyadoo aada u jilcano almutakhaadilati, ee dulliga keenaysa sayidii mawlaaya wanaxwiha wixii lamida. Wa min alfaadi alkhadami, waxay adeegsadaan nimanka khadamti waalcabiidi addoommada, kelmadaha qaarkeed sayidii mawlaaya iyo waa laga wanaagsanya kelmadahaas. Kelmada maaha ixtiraamku, maaha inaad adiga isdullaysid maaha, oo macnaha ixtiraam waa wax wanaagsan wey markaad ixtiraamaysna waa ku ixtiraamaya, laakiin kelmadaha qaarkood waa aanaysan meesha kaala bixin. Wandur maa yaquluhu alcallaamatu alsalafi alsheikh maxamed albashiir alibraahim aljazaa'iri, bal ninka caalimka aha ee salafiga hadalku yidhi, bal arag ee dhintay 1380 raximahullah fi lbasaa'ir fainahu faa'iq siyaaqi, habka wuxuu qoray maaragta siyaaqaas waa siyaaqa aad usareysa. Ra'su maalika ayuha aطaalib, ra'su maalik ama ra'su maalika ayuha aطaalib, ra'su maalkaaga ardayo, min shaykhik xaggaaga xaggiisu ka aaday, kapitaalkaaga waa kaa. Alqudwatu, inaad ku dayatid bisaalixi akhlaaqihi, akhlaaqdiisa wanaagsan, iyo kariimi shamaa'ilihi, tabcigiisa kiisa wanaagsan. Ama atalaqi waatalqiin, sooma inaad guddoontid ama inaad ama atalaqi inaad cilmigii kala wareegtid, iyo atalqiin inuu kuu laqino, fa huwa kaasu ribxun waa faa'iido zaa'idun intaa dheer wey. Laakiin kow, waxaad ku dayataa akhlaaqdiisa wanaagsan, suu dadka ula dhaqmo iyo sida wanaagsan. Marka talaqi ah markaad cilmigii kala wareegeys, iyo watalqiinu markuu ku guddoonsiinayo, waa ribxi akastra wey. Laakiin laa yakhuduk, laakiin waa inaanay kugu bixinin alindifaacu fii maxabati shaykhi, sheekhaaga jacaylka aad jeceshahay, waa inaanay meel kale kugu bixino. Fish oo fataqaca marka aad ku dhacday fi shanaacati wxun, min xaysu laa tadri, adoonan ogin, wakullu man yanduru ilayka yadri, dadka laakiin indhaha kula raacay oo dhanna way ogyihiin aad meel cilda ku socotid. Waa maxay matal, falaa tuqallidu, sheekii oo kale ma aragta ha qallidin, oo ma aragta ha dhaadhaanjinin ama ha iska yeelyeelin ama ha ku qallidin, bisawtin codkiisoo kale inaad keenta ha isku dayin, iyo naqmatin iyo sida uu markaa ugu codaynay wax, macnaha aduuna ilaahay subxana wa taala siba uu kuu abuuray, isna siba uu abuuray, marka maantana ha ku mashquul. Walaa mishya, suu u soconayay, iyo xaraka, suu u dhaqaaqayay, iyo hay-atin muuqaalkiisay, ha ku mashquul adugu. Innamaa fa innahu innamaa saara shaykhan jaliilan, isagu sheekh wey wuxuu ku noqday bitilka taas isaga ilaahay u sameeyey samaystay. Falaa tasqud anta, adiga ha ku dhicin, bitabaciyati raacido lahu, isaga aad raaci fii haadi, maanta dhan ha iska dhigdhigin wey. Iyadoo ay wanaagsan tahay qaari cod wanaagsan oo kale in la maaragta lasoo dhaweeyo, haddana wax walbaba kama noqon kari, takalluf fara badan baa meesha ku jira. Marka isaga tan ilaaha u sameeyey, adiguna samayso codkaaga gaarka ah, naqmadaada gaarka, inaad adiga ka cod fiican taha laga yaabaa, ka codayn wanaagsan taha laga yaabaa, ka dhawaaq wanaagsan taha laga yaaba, marka maxaa adiga ku raaciyay? Qodobka kale wuxuu yidhaha, nashaatu shaykhi fii darsihi, sheekha inuu firfircooni u yeesho darsigiisa maxaa keeni kale?
يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه. وحون نقضى أن يكون النشاط أن يكون نشاط الشيخ شيخة في فرعوني سوحو هذا أم حال هلا على قدر مدارك الطالب أنت أردقو هليلي في استماع لقيسك الشيخ أو لقيسانو إيو جمع نفسي شعور رسي إيو تفاعل أحاسيسي سيد الدرين كيس ولف القلي مع شيخي شيخي في درسي مركوف كأك شيخ إن ذكر رعيني سيد إن أقول أن ديار سنتهي هذا ما سنين مركوف كأك إن لف القلي سيد شيخ مركا نشاط بالدرينية درسي وصي وضيع شرح أنت كبض مبحينية ولهذا فاحذر اسكدك تونو أن تكون إلى نقطة وسيلة قطع والضوء جويسة لعلم شيخ علم جيسة إنا تهر استاكتد اسك إلالي بالكسل أضو مرك عاجز إيو الفتور هنجب إيو الاتكاء اسدقشو إيو انشراف الذهن مانك وفوفة إيو فتور إنو كالقو كوي مال اسك إلالي مركو كأركو أضو سمها أبسن ماينة أو بحسن أما هذا لسعون أما فلاضي أما قفك الله شيء كيسانا أما موبيلكم مشغول سن إساقنا ما حيساني وحلقيا بمساء إيشو فافاين لها إنه يريد كان هيساقا خسارين قوة كلا إلهي كو جين دوناي وحلقا كجوجي. قال الخطيب البغدادي وحي رحمه الله حق الفائدة ويري فائدة علمية حقيد وحائتها ألا تساق إنا الله كحين إلا إلى مبتغيها كو ضلب يمويان ولا تعرض هأبن لكن فائدة إلا على الراغب فيها قفك جعل جيرين يضل بين بيانه فإذا رأى المحدث وفك حديث أقرنا يهضوءك بعض الفتور ينو كأرك حواك كالقعيد من المستمع هضوءك ينو درسي كدع سيني هاي كدع سنان هضوءك فليسكت هايسك آموس فإن بعض الأدباء وحيرا هذين ذاتك أدباء قال كذو حيرا هذين قال وحيرا هذين نشاط القائل قفك وحشيقي فرعوني سوحي كحرنتي على قدر فهم المستمع قفك دقي سنة يفهم كي سنتو لأجي هضو أركو إن الله فالكشنت هاي أو آت هاي somehow tune with him أو وحي وشيغي آت سيد تهي وحي سيد إسنا مركا نشيط بودرين بي ثم ساق بسند عن زيد بن وهب وشيك قال وحي لي قال عبد الله بن وحي حدث القوم ضدك وحوشك وحضر درس حديث ما رمقوك بأبصارهم انت لها ساقوا للرعية فإذا رأيت منهم هداد أركت فترة كدع هداد أركت يكجو سنان درسي قف مالك لا في سنة أما تلفون بقول له دار فنزع هلك كجو جوج كسيب وين شيء كمركا هلك مركا درسي جوج الكتابة قد قرأك إلى بعثنات الكتابة عن الشيخ شيخ إن لقى قر حال الدرس مركا وحقرنا يو المذاكرة مرك مذاكرة ولا بعض طرفه أرن كان وهي تختلف من شيخ إلى آخر شيخ شيوخ دو يكوكا للدوين شيخ با وحبا أكتيس سورة قلقة شيخ أنه حان أكتيس سورة قلقة أهين باجرة ففهم يعني قلت أقو وأنا شيخ أقل تقاني قفك أويه ولهذا أدب وشرط أرن كان يقول لي أداب لأمر يشرط يقول لي أما الأدب صوم فينبغي لك وحا كوها بون أن تعلم شيخك شيخك إن دور جلس أنك ستكتب إن تقردونت أو كتبت ما سمعته مذاكرة أما إن أتقرتي وحي آت مقا الشيء أنت مذاكرة إن مركا إن مريسي طبعا واجي هورا مجري وحلا يسكت دوبه لكن واحد جري محد وعلى سكت قري جري لأن مجري إن شاء الله مركا الشيخ أول قلي وحتى هذا وان كاق قرية سيدي هذا أي مناسب أتاه مكا الدوبة قف يقولون أقل هذا وإن للدوبة لكن هدو صن دياره يندرسي إن للدوبة إن الموبيل أسوق قرستي وما أرأيتي ما أنتنا أدلسو إشتاكتي وحي كم تحيابا عجائبتي كم تحدى صباحا قف آذان هذا الكيس إذن ويدين إنا الدوبتي وحي كم تسرقة المجالس بينكم مع أرتكال كقرر يعني مجالس اللي سوقي ماذا وتوغنمتي إغوين دوي حتى يوليم حمب وليم هذا كان وذات كان لي وحلق يابا قف قال إنو داوعي كرر إسكو دردرو النقضة وحلق يابا وذات كون ديار ساني وحون مركا إنو إسكا صدفي مسألة وحي نقون كرتا إن علمي سمت دور دباتي كيني كرت نقف قوانو كل دوها مركة ديار بان إلا يقضوه لأقول حسن ديار وهنا كدوه مركة تنو ولمد وأما الشرط صمى فتشير إلى أنك كتبته وحات الماميسا إن أتقرتي من سماعه وحات كم قشي من درسي أليها يسكون نسبين هسكت دي قنين محان أليها عقل جيسي فهم جيسي كيانو حد روانين وهذا كي أنك سوقات هبل التلقي عن المبتدع شيق بدعلة مبتدعة وبدعوليه أهل البدعة
إن دين لغا قاتو دين تم حكي قطة احذر أبا الجهل كان جهلي أصاحبك كدكتون المبتدع دين تي إليه وحكو صدر الذي كاسو مسه وقاري زيغ العقيدة عقيدة قالوا عن إيجارتي وغشيته أي دباشي سحب الخرافة خرافة الضرورة هذا يعني ما من معركة أفرت جيسبة أفرت برجالة وحا كهستة خرافة كهستة يحكم الهوى هوا ذا أي حكم كالي قنية ويسميه عنكم عن العقل الوحور باب عقلي عقلي أن نحو نطمئن عقلي يا وحن كلا ساري ويعدل كل حاني عن النص آيات دي حديث مرة ولا يكون عليها عقلي هرت أرنك أقف أن كوئك نهرت وهذا العقل في إلا في النص عقلي مية جرى النص كجرى يعني مثلا عقلي يا جابا وقف مركو إنه قدم بشالهم ما عندنا بعد سكرنا هاي أنت أو حليلي كرنا أسكير دين مركي اعتماد عقلي يا جذا هولع ويستمسك كل دقيقة مرة ولا بالضعيف حديث ضعيف كا ويبعد ونكف وجانا يا عن الصحيح كان صحيح لما يقول ربه وحي عقلي سقابا وافق كره ويقال لهم ضدك وحلهم أهل الشبهات وضدك الشبه هذا وضع وكونفوشنز كضدك وضع أيوة أهل الأهواء ضدك ديزايرس كوذي هو وضع وضع ولهذا كان المبارك رحمه الله وها الله نحرس يسمي المبتدعة وحكم عابد الأصاغر كون ليتا ولذلك أعداد أركت قف ما دان الدين وانو ما انتو انقوب بذنين يوتيوب كات كيلي سايقو عيدا كبضا إنك الصعب نقول يريهن أنك بشأهان صومالي أهان أولي دفدف تنبضن ونقول يرتهي وفرقو ترسو إلى الآن ذاتك لكن ولا لهن كلو حمودة إن لا يريبا نين ألا نيكو كجاهل سنة ومضى وحوشال ما أنت لن ذاتك وحكفر وكونفوشن ولذلك إن ما أنت ريتك أي ذيزمك أما وإله مجرى ذاتك لسو تاقن إنو فافو أو باه وعصاب وذات حماش صابه أما إن الدين كي أنا سوبه وصدي أنا مو حاول كله بحصل إنه ماشي أنتو صافر يسوع بوكانيا الدين كان ضد كمركز ده دي قال الله وقال الرسول ضد كوي كاجي في سنة لكن مركز عقلي كان يسوع بنك دي قفل بعقلي بوليه نبنيك كلا كعقل بطن قال الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي هذا وروح بطن ورنتي هاد فاني وآه بوشاجي وعهيري إذا رأيت بالإعداد دركتي المتكلمة قفك هضلي المبتدعة دين تحكو صدري يقول إساقوله دعنا من الكتاب نجد القرآن كي ولا حديث أدوك إلى وهات العقل عقلي يعني كوض هذا نوحا القرآن كان حديث حق نودي فاعلم أغو أنه أبو جهل جهل أبيه إنويا وإذا رأيت هداد أركت البير السالك التوحيدي السالك التوحيدي أما التوحيدي وحي كم انتهي ألقابته أي أديك سنة منك متصوفة ضأة أي فلاسفة ضأة ولذلك طبعا أوت المامي ابن حجر وهذا كان كسو عنده قرنجي سجالات وكسو جورنيا اليوم السيوطي وسو دنتي قرنجي تمنات دنتي سجال بقولكو يتوان ترجمة دي أبو حيان مركي لقاها اللي وعيري يعني قفك هذا داركت التوحيدي معتزلة أديك ستة وضدك اللوجيكا اي ريشناليزم كما ضدك ما انت عندانو ريشناليست اما قفك عقلي يسئون كهلا عربا دين تو رن انو يراد حقا ما دي بارت قرآن كان آيات الله بان عقلي عقلي بين آدم آدم نبي بدي ولذلك ضد هاد كي يابي سيد والربا وقتي اني اني مال فريسان لهاي انا ورد قيل لهاي انا ودقة والربا دين كان اله اني اله باي الرسول كيس اي كقدم بيان مانكو ذا كشقي سيني ضد فربان عركيسا آد ومشخص مرك أسالك التوحيدي وأستلح للسيئة أني منك معتزلة إنك سقار كود أي دهان أرنك أكدو يماذا المهم مسألة واسدة دعنا هدى كل هامبير وإذا رأيت سالك التوحيدي كان معتزلة أدوك إلى دعنا من النقل نقدها وحان لسوق قولي وقرآن يحديث نقدها ومن العقل عقلي نقدها وقدبه وهات الذوق نوكان وحي الذوقين نسيئي والود ودقوا حيدها وحل لوح مانك قصة أرورة مانك صار لفتة يدو قفك أن الرهرادين مثل أرجع حبكو إيماني مروح بكو إيمانيس وحبو جعلانية وحبو النعيا آخر ذي بأم مقطع وشغل كل جو يقين مانك صوفي هذا اللي يقين مركو حيدا سدح مرحلات بجست مرحلة كواد حل لها التواجد مرحلة حل لها الوجه مرحلة سدح حد حل الوجود مركو حيلين مرحلة ذا وقدم بس قف مركو جار وح كسبه عرشي يبو أركي يبلي مركا سالك التوحيد وأنك متصوف كه إسلام مركا عن عقلاني قا ويقول هذا بل عقلي قلفت لك يزيد ديبان أقول لك إنه ذوق أيه محوقفك وجعل يه ذوق يسمحوه يه محو ما تستفول أنه عنكر ودي كان أنه كان
هدهد أريك تقف ساقله فعلم عقو أنه كاس إبليس إنه قد ظهر صوم مغضي بصورة بشر بن آدم مقال كيبو يا شو إبليس وبن آدم سكصوني أو حل فيهم إبليس بقى لحد دقيب والقول حجرة والله قرح الله فإن جبنت منه هدات كبق ذي فهرب عقب حكت ذي بير كأرد وإبليس وإلا هدات كري كرت فصرع إنتال لجديد ودبر مركا كله فتيت أما صباح حضور كنيك وبرق على صدري حوت كغفر يسبير واقرأ عليه وحكو أقرأ سابر آيات الكرسي وخنق عيقنا كله كبير كاس الإمام الذهبي حام وقتها هنا الإمام كان صار منهم منهم زعجان مسعدان آد بورنتي لما كان قلبي بصدر لغاية مركا هيركاس وحويري هداد بقى وحا شيك شيك هداد أريت إبليس كومد النبي أما بقى لغاية حالة يا جيم بابا هيستوى قف ما أريت أبسست مر هدي السيدة ويهانا هدى الله أمد أدي كوب بنا أما إنا عقب حكاد ديريد إنت أرجي كريد أرد أو إنت أدور كريد نكتين حاوت كغفري سكد من آية الرسل آية ترسكو بابا إيغانا كوقا بسيدة قف مركز دينك لغاية سعر يوكا وقال أيضا رحمه الله العبيل وقرأت حان أقري بخط الشيخ الموفق بخط الشيخ الموفق شيخي إلهي وافجي خط كيسان أقري قالوا حي سمعنا درسه درس كيسان ما قلنا أي ابن أبي عصرون نيكالو مرعب مع أخي أبي عمر أبي عمر أبي عمر ولالك يبان درسي وذا لقيسان وانقطعنا أرضي بان مدوى هم كنت من نوان كقولنا فسمعت أخي ولالك يبان مقلي ويقول له دخلت عليه بعد مركة مقري مركة درسي كجون يكذب أي شيقي لكل مي فقال مركة سنوي دي لمن قطعتم عني لمن قطعتم عني وما حد درسي ويقعدين درسي ولا سو عندي ستين محادين كل عام قلت حان ربي إن ناسا يقولون ضد وحي ليه إنك أشعري إن أشعري تها مركة إن دقي سنة وحوي وما كأرد فقال غير والله ما أنا أشعري أنا أشعري مني هذا معنى الحكاية لكن هو معنى الحكاية وسيلة أنا أشعري مني مركة معنى هو محد dadkii hore markii ay arkaan xogaayad meel caqiidada wax looga dhacay oo diidi jiray waxaan maalikiin waxa laga wariyay inuu ilaahay u qado cilm cilmiga lagama qaato can arbacati afar ruux cilmi weliga waxa ka qaadan ka bedelo safiihin mid makasa ah oo yuclinu safaha makasnimadiisa iyo jahlnimadiisa caddaynaya wa in kaana arwa annaasi haba noqdee kan ugu riwaayad badan ugu cilmi badan ha noqdee وصاحب بدعة ومن صاحب بدعة أم عن صاحب بدعة من بدعة صاحب الله لما قاتل يدعو ذاتك أغير إله وهو وديس ومن يكذب ومن لما قاتل حديثك علمك لما قاتل يكذب بين شيء في حديث الناس مركو ذاتك أشاكين هذا لك عادي قول بين شيء يب. وإن كنت لا أتهمه في الحديث يا من كنت من حديث يا من حتى أن هو مثلا حتى هداني سير هذا صورة قلمة رسولك حديث يسئنه أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كبين شيء حتى يانس دينا لكن هذا الكعادي هدان أرك إنه بين شيء علم هكا قاضا وصالح إنه عن صالح إنه هكا قاضا قف وناكسا وعابد عبادة بضا وفاضل فض بضا حاصل لو كان اللي صالح ولا باهين صوما إذا كان لا يحفظ هدوسا حفظ سنين ما يحدث به يحو شيء ونقول كرانين آدي مارتي عبادة بضا وفضل بضا لكن واجاهل وحا ما هي حسكو ما هي كان وحا كدغيس ما هي له جهل يسو كقولو من هو عباديس اسغي انفع يساو فيا ايها الطالب ارض يهو اذا كنت في السعه والاختيار هذا واسع نمو يدور شل اللي راه معناها هذه وحكو كلفي اني دين فلا تاخذ عن مبتدع من بدع وضع بتعوض هكا قاده مرك بدع على الشيء واك رافضيا من الشيعيه او خارجيا من سو خوارج او مرجئي او من مرجئه مرجئه وضعت كده وإرجاء لا يضر مع الإيمان كفر قفك مرها دو مؤمن وحضانها قصته الزنيست هالسرقة مشكلة مال أو قدري أما نينك أمين سن وحكس وقدرت إله مركا أنا ومركا أنا وحان صماني وهذا لا إله مركا يبو كلفة أن أودي دماء أو قبورين أما أنت من قبورت قبورت الضوافة كان إسك إلهي وهكذا فإنك أدو لن تبلغ مبلغ الرجال هل كدتك إجارين مجاريس صحيح العقد في الدين أضاءه مد عقيدة يسعي صحيح تحق الدين تا مطين الاتصال بالله مد حرير كيس إلهي ولا اللي وحوق بنيها صحيح النظري أي يعني أركتدي سعي فيودعي تقف الأثر هذا الرات كان الراعي مجاري كرتدي هاركاس إلا بهجري أو بهجر المبتدعة ذاتك بدعة وضع إيو بدعة إيو بدعة إلا تكفق تدميان هاركاس لوب ما هي مجاري كرتدي وكتب السير والاعتصام بالسنة كتبت السيرة كهل ليس هي سنة إن لقول
حافلة محاكبها بإجهاز أهل السنة أهل السنة إن مال صار على المبتدعة إنما مبتدعة إيه ومنابذة المبتدعة إنما مبتدعة إن مركا أي مال كتوران والابتعاد عنهم إن أي كفوا قادين كما يبتعد السليم كم فيو كفوا قاني عن الأجرم كان عن ذا قبا المريض أبوك ولهم قصص قصص بليهم إيه وواقعات دعذوين يطول شرحها إلا شرحها إلى رانس لكن يطيب لي لكن حيوان إشارة إلى تلمام إلى رؤوس المقيدات وحيابها لا يقرب أنت وذا ودور قرون أنت وذا ما راح ضوها فيها يعني أنت مركا بوينت يد أقوى ناكسن نقاط أقوى ناكسن إلى مركا تلمام أم وركا ما راح يسي إلى تلمام أكلو فقد كان السلف رحمه الله وحي أهاي يحتسبون كوي أجر كر هذه الاستخفاف بهم لمن كاس مبتدع هذا إنه يريان أو أي مركا مكاس نما كحكميان أهد بي أجر بي بكرة دين جدا إيوة تحقيرهم إنه الليذان إيوة رفض المبتدع قف كان بدعاد وذا إنه الديدان إيوة وبدعته إيوة رفض بدعته وبدعته إيوة رفض بدعته إيوة بدعاد سين الديدان ويحذرون وحي كدق جدا من مخالطتهم إنه لحقلام إيوة مشاورتهم إنه للشوران إيوة مؤاكلتهم إن أي مركا لحلعنان فلا تتوارى مكلا قرصون تنار سني ومبتدع قف سنية دبكي سي قف مبتدع يعني مكلا قرصون مكلا عبارة عن حديث لنا نودي إنه فلا تتوارى يعني ويسي قانو وما شاء تكاد يمجم بقر تنوك وعقام أما ومركا فلا تتوارى معناها نكاد مثلا أما فلا تتراء اسم أركتو نار سني ومبتدع قف سنية قف مبتدع لو نارتو اسم أركتو اسكو مال بمد جان ويكل فجاتهم وكان من السلف السلف حاكم ذها من لا يصلي من أن كنت كريم على جنازة مبتدع من مبتدع جنازة كنت كنجر ويكفوا كنجر فينصرف دوم جر مركي جنازة الله بيجي مبتدع مية كنت كنجر وقد شو دوال الأركي من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 1389 كن سدح بقال يسديت السجال كدمت رحمه الله وعلى أركي انصرافه وعلى أركي إنه كجدومه وكتجي عن الصلاة صلاة عن على مبتدع اللي قلت كريم وكان من السلف حاكم ذها من با كم ذها ينهى الريب عن الصلاة اللي قلت كذا خلف بقوة قداشود وينهى وعو الريب جن عن حكاية بدعهم بدع ذو ذي لقى شاكي لأن القلوب نحايا قلوبته ضعيفة وأسكت ضعيف والشبه شبه ذلك لقالنا خطافة ومدي دفيد بضن وبمعنى ما محي شبه مركان قوش ويكون سهلا انت الى المركي بقاد قد بسدو وكان من السلف سلف كحاكم لها اما وكان عبد الله سهل بن عبد الله التستري وحولها لا يرى اباحه الاكل من الميتة وممبوقا ان لو بنايه ان بخت لعني كره للمبتدع قفك بدعنا وضع عند الاضرار مركة ضرورة ماذا مركة ضرورة ماذا وانه لو بنيه سوما نفك بختي انا عنه في المبتدع ما هي الله ما أقول ما هي إله يعرف من الضرة غير باغي بكو عدي كو حد ذي شرط باجر وأنه سن حد جذب بطنه لأنه باغي بكو وأن دين تمالك قال له حد جذب لقول الله تعالى فمن الضرة غير باغ ولا عاد فهو باغي ببدعته ومد بدعة سوق قد ضرضوه وكانوا وحي هاي العلماء دي هو سلفك يطردونهم كوي كأري مبتدع من مجالس ما له ماشي فردي ورنقاتك بينه جل كما في قصة الإمام مالك قصة رواه كلا رحمه الله تعالى مع من سأله سؤالا رغم يقفك ويدي عن كيفية الاستواء وإي المركز سير أين الله استواء يقشك إذا ما ماني مركو استواء إلهي شرح عبيره وكيفية الاستواء مركز سي كيف استوى الله سؤال شو ويدي إله سو عرشك وكذا إيشك مركو سؤال شو مغلي طبعا وفيه بعد جوابه المشهور مركي وير والكيف معمول معلوم مركو يري الاستواء واستواء السجن والكيف معلوم والسؤال عنه بدع مركوين وحول أظنك إمام مالك بعد هذا يعني سؤال شوت يوحى كمود يا صاحب بدعة إناته وأمر به وأمر بإخراجه إن ما شاء الله صار وأمر فأخرج والله صار إمام مالك بعد بنجر فرديا يبلا السوء بي ما شاء الله صار وليه جل مركوين تون بحول إلهي استويه سيجوا بحول استواء ولا يقع لكن سوء وأكاذي وأرن مجهولة إن لا يسكور يستان وبدع ورنجا يصار بي وأخبار السلف سلف أخبار توضا متكاثرة ويبلنتها في النفرة ديريد أو من المبتدعة لقددة وهجرهم إن مركز لقفوا قاد حذرا دكتوري لقد دكتورا ندرت من شر مشال توضا
إيوة تحجيما يضع لصقف جريو لانتشار بدعهم بدعه لإني باهدو إيوة كسرا جبينو لنفوس المفتدد للجبينو يو هو صلوات بيجي حتى تضعف سيقيم هنجبتو عن نشر البدع بدعه لإني باهسو. ولأن في معاشرة السنية محايل لقن كالأحمر قفت السنية المبتدعي ولبق ما تزكية با كجرتا تزكيين له نك مبتدع أي ضدك مرها أدي مبتدع مركي معاملة إذا الأحمر يسوي دروس ضدك حط سنة يسأل نك إنه يعني نن أوكي بحكم دمنا مركا تزكية كجرتو له لا تزكيين مبتدعي لدى المبتدئ قفك هذا أقوانتي بالعربي إيوة العامية يقفك عامية دينت أنا أقول والعامي سيسا مشتق محرك صوت نبش من العمى كان عدد من خير من عامة نهمك عدد معنى من العمى إن العام بكتم فهو بيد من يقوده غالبا مربح وقعنت وجر قفك مركا هجي مركا عامة وضل هجو ما دام لي ردد إن ضل أو يوحى إن له علوم ذي بوا مركا علوم ذي هدي الأركي نين رافضي أو شيعي ويحي لمبا وحكبرنا أو إسود وطان هدي الأركو قف محوس لي وحكم جونا مركا ونرى في كتب المصطلح وحن قرأنا إيو آداب الطلب مركا لقاها اللي كتب تكاها اللي سيع علم الله العصا إيو أحكام الجرح والتعديل إيو أحكام تلحيرتا رواده كوذا للجرحية كوذا للتعديل وحن قرأنا الأخبار أخباره في ذلك أرنكا كسو أرورتي هل كاسا كويس تاقينا درسي وانا قدم بيقودا هنا بالله التوفيق.